إخوان اليوم حنايا في واحد اللحظة تاريخية ديال التتويج ديال واحد الحوار الاجتماعي اللي دام من 2020 2021 واللي تتوج نهار الأربعاء بواحد التوقيع ديال واحد الميثاق مع النقابة الأكثر تمثيلية ومع مناديب الأجراء اللي ما عندهمش انتماء نقابي ومع الفيدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد المغربي للشغل. هذا الاتفاق التاريخي فيه واحد العدد ديال المكتسبات لصالح الأجراء، منها زيادة عامة في الأجور، منها واحد العطلة سنوية للآباء اللي هي يعني زايدة على ما ينص عليه قانون الشغل. وحنا اليوم في هذا الإطار بغينا نعرفوا بهذا الاتفاق اللي كيجي في واحد الترفية ديال فاتح ماي وديال شهر ماي اللي هو واحد الشهر اجتماعي بامتياز. وحنا الحمد لله في واحد التوافق تام مع المناديب ديال الأجراء ومع النقابة الأكثر تمثيلية، كنحاولوا ما امكننا نسرعوا الوتيره ديال التفاوض باش يمكن لنا ننزلوا هذه المخرجات ديال هذا الاتفاق على ارض الواقع ويستافدوا منه جميع الاجراء. هذا هو الكونتكست ديال هذا الاجتماع. وغنخلي الكلمه للمناديب ديال الاجراء هما حتى يتكلموا. احنا كمندوبي الاجراء اليوم كنتمنوا الحوار الاجتماعي القائم مع الشركه اللي خلانا نستافدوا ونقنعوا الشركه باش توقع معنا في الاربعاء القادم في الاربعاء الماضي عدد من المكتسبات اللي في صالح الشغيله واللي بكل صراحه جاونا لي ميساج ديالهم واللي عطاونا الفيدباك ديالهم بانهم فرحانين بهاد المكتسبات. وحنا ما غاديش نوقفوا هنايا لان الحوار الاجتماعي مازال مفتوح. اليوم عندنا الزياده العامه في الاجور، الرفع من الحد الادنى للاجر، الكونجي باترنيتي، النيغوسياسيون انويال، هادشي داخل في اطار الحوار الاجتماعي القائم ما بين الاتحاد المغربي للشغل وعدد من النقابات مع الحكومه في البحث عن عدد من الاتفاقيات الاجتماعيه للنهوض بالمستوى والقطاع ديال لي سونتر دابيل. وهذا الشيء ما كيخلينا اننا نكونوا فرحانين وكيشجعنا على اننا نكملوا في هذا الطريق هذه حتى نرفعوا من المستوى الاجتماعي ديال الاجراء بمراكز النداء ومهن الاوفشورينغ. وشكرا. حنا ما عندنا حتى شي مشكل، حنا كمناديب اجراء اللي شخصيا كمندوب اجراء جديد من نهار بديت الموندا ديالي، الشركه فاتحه لنا الحوار. احنا دائما معاهم في لقاءات شهريه، لقاءات استثنائيه في بعض الخطرات، يعني ما عندناش مشكل، كاين ديما حلول، حتى حلول مام انديفيدويل بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل خاصه. احنا ما كان انا بالنسبه لي ما عندي حتى شي مشكل، والاختلاف كيكون دائما، وكما كنقول الاختلاف لا يفسد الود قضيه، يعني كاين الحوار، كاين دائما حلول، وحنا هنا باش نبحثوا عن الحلول بالنسبه للاجراء ديالنا في اطار القانون وفي اطار كذلك يعني التثمين ديال الاستثمارات اللي كاينه والنهوض بهذا القطاع هذا. السلام عليكم، معكم حمزه العرباوي، هاد مناديب الاجراء المنتخبين في الانتخابات الاخيره في شهر 6 2021. اذا هذا النهار غادي نستغلوه بيوم تاريخي، لو يعني يوم يعني تاريخي بالنسبه للجميع المسلمين اللي هو عيد المؤمنين، وزائد انه شهر تاريخي اللي هو شهر ماي اللي معروف يعني شهر النضالات ولا شهر المكتسبات للطبقه الشغيله. اذا باش نقول اننا قدرنا اننا في ظل الحوارات والحوار الاجتماعي اللي كان عندنا مع الشركه منذ الانتخابات الاخيره في مدة سنتين، أننا نأخذ بزاف ديال المكتسبات الشغيلة اللي هما يعني عبارة عن بداية، لأن ماشي هذه الله البداية بالنسبة للحوار الاجتماعي اللي بيناتنا. كما قالوا الإخوان اللي قبل مني أنه استطعنا أن الحد الأدنى للأجر عندنا في المراكز النداء لكاع يعني القطاع يعني قال المستخدمين ديالنا يكون 4000 درهم زائد زيادة عامة في الأجور اللي هي 3% ديال الزيادة العامة في الأجور بالنسبة لكاع المستخدمين، زائد عطلة أبوية زائد بالإضافة للعطلة المنصوص عليها في قانون الشغل، عطلة أبوية ديال أسبوع مدفوعة الأجر من الشركة، زائد يعني تثبيت الحوار الاجتماعي والاجتماعات الدورية، زائد الاجتماعات يعني القانون المنصوص عليها في مدونة الشغل الشهرية مع الإدارة، هناك يعني انغاجمون من عند الشركه والاداره ديالها باش يكونوا اجتماعات دوريه يعني على حسب يعني من 3-4 اشهر من اجل النهوض وتثبيت
لي كونسين رويال ديال سا ماجيستي الا وديت تسمين الحوار الاجتماعي والنهوض بالطبقه العامله ولا الميثاق الموقع بتاريخ 30 افريل مع ما بين النقابات والحكومه من اجل الدفع والتثبيت اكثر من على الاقل 100 اتفاقيات جماعيه. نبغيو حنا نكونوا ان مع ما بين الاتحاد كان حنا كممثل الاتحاد العام المغربي للشغل نكونوا اول مناضلين نقدر نقول اول مناديب تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مع الشركه ديالنا نكونوا اول وحدين اللي غنديروا في السيكتور ولا في كاع نقولوا كاع في القطاع الخاص نكونوا لك رقم واحد في المعادلات 100 اتفاقيه جماعيه. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم هذه اللحظة هذه التاريخية اللي فيها متواجدين معنا هذه المنابر الإعلامية اللي من خلالهم كنوجهوا رسالة ديالنا اللي هي كتمثل في أنه الشركة فتح لنا الأبواب ديالها في إطار الحوار الاجتماعي واللي استطعنا من خلاله أننا نكتسبوا واحد المكتسبات اللي هي زيادة في الأجور الجميع الشغيلة ديال الشركة في جميع لي سيت ديالها ومن غير الزيادة في الأجور فهناك تم رفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم بحيث أنه جميع الشغيلة بحيث انهم كاملين غيستافدوا من هذا الارتفاع ديال الاجر بالاضافه الى انه تم استفدنا من واحد الزياده ديال 3% للشغيله كامله اللي غيستافدوا منها على مستوى الصالير ديالهم وانه تم مفاوضات غدا تكون سنويا وكل 3 أشهر غادي يكون لقاء مع المدير العام للشركه وحنا كنوجهوا لكم واحد رساله من خلال هذه المنابر الاعلاميه ديالكم المحترمه انه كناديو باش يكون واحد الجمع العام في الاتحاد المغربي للشغل باش ننتخبوا كاتب عام جديد للجامعه الوطنيه لمهن الأوفشورينغ ويكون هذا الكاتب العام كيمثلنا واللي نكونوا معاه في نفس الخطة تكون عندنا نفس خطة الطريق ولتفعيل خطابات صاحب الجلالة اللي كينادي بتنزيل الديمقراطية سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة ويكون مناخ ديمقراطي في النقابة وأيضا كما هو الحال في الشركة اللي كتعطينا فرص تاريخية اللي نبانوا من خلالها وأننا نخرجوا للرأي العام الوطني ونعبروا بأنه هذا القطاع ديال المهن ديال الأوفشورينغ كيساهم في تخفيض البطالة في المغرب وكيخلق لنا فرص شغل جديدة في إطار لأنه الآن الدول كتتجه لا ديجيتاليزاسيون والمغرب يستفيد من هذه الاستثمارات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قمنا احنا في ظل هذا الاستديغ الظرفيه هذه اللي كتعرف التضخم في المغرب وفي جميع الميادين ارتفاع الاسعار وداك الشيء في اطار الحوار الاجتماعي مع الشركه تطرقنا لبزاف ديال النقاط وكان منها الرفع في الاجور بواحد المقدار ديال 3% كنعتبروا حنا هذا بانه ماشي انجاز زعما تاريخي ولكن خطوه اولى نحو مكتسبات وحدين اخرين في هذا الميدان ديال الاوفشورينغ ولا لي سونت دابيل. اللي نبغي نقول انا اليوم بان الحوار كان ديما مفتوح مع الاداره
رغم انه كانوا بزاف ديال النقاط ديال الاختلاف ومازالين بنقاط ديال الاختلاف، ولكن اللي نبغي ناكد عليه هو ان الحوار كاين والحوار مازال، يعني ما عمرنا ما قطعنا الحوار مع الشركه، مع ممثلين القانونيين ديال الشركه. اخر شيء ما كان الاسبوع الماضي اللي وقعنا في ذاك الاتفاق الميثاق الوطني والميثاق الاجتماعي بلوتو، اي زعما الهدف ديال الهدف ولا المهمه ديال هذه المنادي بالاجراء هذا هي خدمه ديال الصالح العام ديال الموظفين، وحنا كنقوموا بهذا العمل هذا بعيدا عن اي زعما هدف شخصي. وكان اللي كنأكد عليه انا اليوم هو بدينا في هذا الحوار، حققنا بعض المكتسبات، ومازال ان شاء الله بحول الله غنقوموا بمجهودات وحدين اخرين ان شاء الله بحول الله باش نوصلوا ونرقيو المستوى الاجتماعي ديال الاجراء في هذا الميدان هذا اللي شاء من شاء وابى من ابى كيخلق بزاف ديال مناصب الشغل بزاف ديال العائلات، والشركه ديالنا حتى هي ضمن هذا الاطار هذا، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. في اطار المداخله ديالي الان كتجي تثبيت لما قيل من عند الرفاق سابقا وتاكيدا، يعني بنسبه 100% في اطار النقطه المنصوص عليها اللي هي الحوار هل هو مفتوح ام لا. فالمجهودات اللي كانت تم التنفيذ ديالها وتقبلات وتحطات قيد التنفيذ، هذاك يعني بان الحوار بوابه مفتوحه، والحمد لله دائما كاين الحوار ودائما كاينه الاستجابه. حنا الان كننظروا يعني بواحد النظره ديال الفرح لهذه المكتسبات اللي كاينه، على اساس ان سبقات واحد المكتسبات اخرى، وكاينه ان شاء الله تعالى مكتسبات لاحقه ان شاء الله سيتم التاكيد عليها. يعني هادشي دائما كيجي استجابه المتطلبات اللي كاينه في الصعيد العالمي ليس فقط الوطني، فدائما هناك اذن تسمع وتنفذ وتستجيب، والحمد لله اؤكد مره اخرى على ان الحوار دائما كاين ودائما مستمر ودائما كاين النقاش. اللي ما قدرناش نتفقوا عليه اليوم ممكن نلقاو له حل غدا ان شاء الله تعالى، يعني البوابه ليست مغلقه كما يظهر للبعض، دائما هناك الحوار ودائما كاين اللي كيسمع لك وكاين اللي كيستجبك. وكنختم هذه الكلمه فقط بالتاكيد هذا، لانه هو الرهان اللي كاين دابا فوالا في اطار الحوار الاجتماعي. شكرا. توصلنا لواحد واحد كيفاش غنقولوا لواحد بروتوكول على مستوى الشركه اللي فيه الصالح للشركه والاجراء بطريقه مباشره، واحد البادره جديده اللي في المغرب اللي هو ناو هذه على الصعيد الوطني قدرنا اننا نحققوها وتكون واحد الاجتماعات سنويه مع الاداره لاول مره في المغرب، وكنظن ان هذه بادره على صعيد المغرب وعلى صعيد الوطني وعلى صعيد كاع النقابات. هذا انجاز اللي كنتمنوه اليوم. بالنسبه للشركه احنا دائما في حوار معها، دائما في بيبانها محلولين، كنتناقشوا بزاف ديال المواضيع، كيكونوا بعض المرات اجتماعات اللي هي استثنائيه عندما تستدعي الضروره. صراحة كان حي الرفاق ديالي في اليو ام تي، كان على زعما على هذا التوافق اللي وصلنا ليه، على هاد النتيجة وهاد الإنجاز اللي حققناه. المكتسبات اللي حققنا اليوم سيكو الشغيلة، وهذه يمكن بادرة وكنا سباقين لها، اننا قدرنا نحققوا واحد 3% دوغمونطاسيون سوغ لو سالير دي سالاري، وهذا الشيء ماشي بالنسبه لون اونتيتي او لا، فهو جلوبال بالنسبه لكاع المنخرطين وكاع الشغيله. النقطه الثانيه سي كو لو كونجي بارونتال، في الحوار الاجتماعي اللي كان ما بين النقابات والحكومه ارفعوا المده ديال، فاحنا كذلك حاولنا على مستوى الشركه اننا نرفعوا
المدة وحققنا واحد الأسبوع زائد ثلاثة أيام اللي هي كيعطيها القانون. دونك كمدونة الشغل نقدر نقول لكم حنا فحال في الشركة عندنا كنحاولوا نعودوا الصياغة ديالها على حسب القطاع ديالنا. القطاع ديال لوفشورينغ وديال لي سونتر دابيل صراحه هو قطاع اللي كيستقطب بزاف ديال 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 الشغيله في المغرب وعنده مناصب مهمه اللي كيحققها في الا قلنا في لوطو شوماج اكطوالمون. الناس راه كيتجهوا لهذا القطاع بزاف. عندنا مازال واحد النقاشات اللي احنا في الشركه مع الشركه فيها بحيث اننا نزيدوا نطوروا المجال ونطوروا الحوار دائما في اتجاه سلمي وفي اتجاه البناء. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma.